وجيت لكم تاني في التحدي الأخير من شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. شهر رمضان شهر الخير وشهر البركة، والعشر الأواخر من شهر رمضان نسأل الله لنا ولكم يعني صالح الأعمال كده إن شاء الله، وربنا يتقبل دعاءنا دائما إن شاء الله. طبعا العشر الأواخر من شهر رمضان يعني أكثروا فيها الدعاء، خصوصا بقى يعني ما تنسوش العبد لله معاكم، علشان خاطر فعلا أنا يعني أنا أتذكر أني كنت في العشر الأواخر من شهر رمضان وأنا أعلم فضلهم جيدا، وكثير مننا يعلم فضل العشر الأواخر من شهر رمضان، وكنت أدعي ربنا سبحانه وتعالى وأتذكر هذا جيدا، وأنظر إلى السماء وأدعو ربنا سبحانه وتعالى وأقول يا رب يا رب أعني، يا رب أعني على استرداد عافيتي، يا رب أعني نفسي أخس، والله كنت أقف عشان أصلي رجلي بتنمل مش قادر أقف، حتى أدعي ربنا. فأكثروا الدعاء في هذه الأيام، وإن شاء الله بإذن الله ربنا هيتقبل دعائكم بنيتكم الخالصة لله عز وجل. فإن شاء الله معانا النهاردة التحدي الأخير، وطبعا قسمنا تحديات شهر رمضان إلى ثلاث تحديات، وده التحدي الأخير من يوم 21 رمضان وحتى يوم 30 رمضان إن شاء الله. فيعني هنيئا بقى للتزم بالأيام اللي فاتت والعشرين يوم اللي فاتوا وعدوا علينا هوا، وأتمنى كده أن أنت تلتزم بالعشر الأواخر، وحتى لو فاتك اللي فات فكمل معانا في اللي جاي، وده الهدف من تقسيم التحديات إن شاء الله أو أنظمة شهر رمضان، أن احنا نفضل نشجع الناس بشكل مستمر. فهنيئا لمن التزم إن شاء الله معانا في تحديات شهر رمضان، وهنيئا لمن سيلتزم إن شاء الله بالقادم. فلو قابلت معانا هذا التحدي ما تنساش تقول أجل قابلت هذا التحدي. هي أيوة أنت عايز تبرشيق يعني اشترك في القناة بس كده. نظام جميع الأوزان نظام سهل وبسيط، وهو مناسب من سن أكتر من 16 سنة. وده بقى نبدأ بقى التحدي الأخير في شهر رمضان، وتحدي إن شاء الله يبقى التحدي لمدة 10 أيام الأخار في شهر رمضان، العشر الأواخر من رمضان. ربنا يتقبل كده منا ومنكم صالح الأعمال، وهيبدأ من يوم 21 رمضان. ده يوم 21 رمضان عندنا هو زي ما انت شايفين السحور هيكون بدون نشويات، مع ثمرة الفاكهة مع المشروب أو كوباية الزبادي. الفطار هيكون وجبة مفتوحة، يعني بداية تحدي جديد كده هو. أو لو أنت هتقسم التحدي بتاعتك للثلاث تحديات فهيبتديها بيوم أو بوجبة مفتوحة. تعالى اليوم 22 رمضان زي ما انت شايفين كده هيكون عندنا مفيش نشويات في السحور، الفطار هيكون فيه كمية النشويات كاملة مع البروتين والخضار. اليوم 23 شهر رمضان هيكون عندنا بدون نشويات في السحور، الفطار بتاعنا هيكون بدون نشويات. يوم 24 رمضان هيكون عندنا زي ما انت شايفين كده كمية النشويات كاملة، والفطار بتاعنا هيكون بروتين متنوع ما بين البروتين النباتي لو انت عايز أو البروتين العادي مع الخضار. يوم 25 رمضان هتلاقي عندك هنا زي ما انت شايف كده في كمية النشويات كاملة مع البروتين والخضار، والفطار هيكون كمية النشويات كاملة مع البروتين والخضار. هنا في العشر الأواخر في شهر رمضان احنا خلينا اليوم المفتوح بعد اليوم الرابع، يعني أربع أيام بعد كده اليوم المفتوح علشان يظبط معانا في نهاية بقى الشهر رمضان إن شاء الله. تعالى بقى اليوم 26 رمضان اهو عندنا الوجبة المفتوحة ظهرت في الفطار، اما السحور بتاعنا هيكون عبارة عن كمية النشويات كاملة مع البروتين والخضار وثمرة الفاكهة والمشروب. وطبعا يوم 27 رمضان زي ما انتم شايفين كده هيكون عندنا السحور بتاعنا عبارة عن طبعا ليلة يعني ليلة القدر، يعني نحسبها عند الله ان هي ليلة القدر، فلا تنسونا من صالح الدعاء في هذه الليلة، يعني امانة بأمنها على كل واحد بيشوفنا ان هو لا ينسانا من صالح الدعاء في هذه الليلة ان شاء الله في كل ليالي شهر رمضان. ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. دي هنا السحور بدون نشويات والفطار هيكون بدون نشويات. يوم 28 هيكون السحور بدون نشويات والفطار هيكون بدون نشويات، ويوم 29 هيكون عندنا نص كمية النشويات في السحور والفطار هيكون في كمية النشويات كاملة مع البروتين والخضار. طبعا لما بقول نص كمية النشويات بيكون مع بروتين وخضار ده أساسي وهكذا. تعال بقى اليوم 30 والأخير من شهر رمضان، لو شهر رمضان 30 يوم فأدي ده اليوم 30، لو مش 30 يوم خلاص 29، فهتلاقي عندنا بقى خطة العيد وخطة الإنقاذ ما بعد العيد إن شاء الله سيتم نشرها لاحقا إن شاء الله. فزي ما انت شايفين كده عندك بقى ده الإيه
السحور طبعا زي ما انت شايف هتلاقي عندك نص كمية النشويات مع البروتين والخضار في السحور، والفطار هيكون عندك نص كمية النشويات مع البروتين والخضار في السحور. وكده نكون انتهينا من التحديات بتاعتنا لنظام جميع الأوزان. يلا بينا بقى نروح على نظام المرضعات. 21 22 23 24 الأيام بتجري، 25 26 27 28 29 واليوم 30. تعال بقى نروح لنظام الأشبال. نظام الأشبال مناسب للأشبال من سن 11 ل 16 سنة. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 و 30. تعال بقى نروح لنظام الأطفال، وطبعا ده نظام استرشادي. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. طبعا نظام الصيام الساعات الطويلة ده من الأنظمة اللي كتير من الناس بيكون عايش في دول بيصوم أكتر من 20 ساعة، وبالتالي بيبقى عايز نظام يقوي بقى معاه الموضوع شوية ويبقى يسنده حبتين ثلاثة. عشان كده عملنا لكم النظام ده، ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال إن شاء الله. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ويوم 30 رمضان. طبعا نروح لنظام الغير صائمين. نظام الغير صائمين طبعا انا كاتب مناسب للمسيحيين، لان المعظم يعني معانا متابعين كثر من الاخوة المسيحيين، فيعني علشان خاطر نستمر ونكمل زي ما بدأنا مع بعض نكمل ان شاء الله مع بعض. ف يعني برضو في بعض الناس بتقع مننا السيدات أثناء فترة أو أثناء الدورة الشهرية، أحيانا برضو بيتوقفوا عن الصيام وبيلجأوا إلى الإفطار، فده معهم رخصة بهذا فيقدروا أن هم يمشوا على نظام الغير صائمين علشان الأسئلة اللي بتكرر كل سنة. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ويوم 30 رمضان. طبعا دي جداول التعليمات، وطبعا زي ما انتم شايفين كده عندنا بقى هنا الناس اللي بتحب الكنافه وكنافه بالقشطه والهريسه والبسبوسه. ازيكم عاملين ايه؟ تعالى كده نتفرج كده على الحاجات دي في ال100 جرام قد ايه. 100 جرام 100 جرام يعني لو جبت كيلو قسمته على 10 تمام كده 10 حتت، فالحته اللي انت هتاكلها دي لو انت تاخد كنافه بالجبنه ال100 جرام بس ب 360 سعر حراري، يعني رقم كبير. 360 سعر حراري ده كبير 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 قوي كمان. يعني انت لما تمسك كده برتقانه غلبانه البرتقانه كلها على بعض، يعني كل يوم ما تتمعظم ويوم ما تبقى جايه من بلاد بره ما بتكملش مثلا 80 سعر حراري. فانت بقى لما تيجي تاكل حته بتاع 100 جرام كنافه بالجبنه ففيها 360 وبيرتفع. طبعا عندك بقى الهريسه او البسبوسه باللوز بتوصل ل 530 سعر حراري وارقام كده ومش عارف ايه، والعوامه 390 سعر حراري. فيعني ربنا يستر علينا جميعا يا جماعه. طبعا القطايف برضو الناس اللي بتبلبع القطايف، في ناس ما بتاكلش القطايف، ناس بتبلعها. اه والله تلاقي واحد كده واقف ضرب له 20 30 قطفايه كده في منت في منت والله العظيم. فناخد بالنا من هذه الامور علشان خاطر الحاجات دي يعني هتفرق معانا. فانا بوري لك بس القصه بتاعه السعرات الحراريه اللي موجوده في حلويات شهر رمضان او الحلويات بشكل عام. طبعا التمر الهندي والقمر الدين والخروب والعرسوس والكركديه والحاجات دي كلها، انا بتكلم هنا على المشروبات الاصليه مش المشروبات اللي هي المضروبه اللي بتتباع بودر. فهنا بتكلم لو كوب يعني 250 ملي لتر تمام كده ربع لتر يعني هيعمل 300 سعر حراري. الفكره في الحاجات دي في كميه السكر اللي بتبقى فيها، يعني السعرات الحراريه اللي في الحاجه نفسها بتكون برضو مش كبيره مقارنه بالسكر عشان توصل لدرجه تحليه معينه. فطبعا دي متوسطات ممكن تزيد ممكن تقل سيكه، لكن ممكن تزيد اكتر من كده كمان على حسب
الموضوع. يعني الكركديه من اكتر الحاجات اللي بتحط لها سكر. طبعا على بقى هنا لتعليمات مهمه قوي لازم ان انت تعرفها قبل ما تبدا النظام. عندك الميه مهمه جدا من 8 ل 12 كوب وتوزعهم من الفطار للسحور. على بقى النوم، النوم مهم قوي من 8 او من 7 ل 8 ساعات مهمين ان انت تنامهم نوم عميق. وقبل كده اتكلمت في هذا الموضوع وقلت ان ضروره تناول الاكل الصحي بينعكس على نومك، بيخليه نوم عميق، بيفرق معاك بشكل كبير جدا، بيخليك ان انت فعلا فعلا يعني في حالة كويسة جدا مع نفسك. طبعا الالتزام بالنظام الغذائي دون زيادة او نقصان. يعني ايه؟ يعني الاكل اللي موجود قدامك تاكل منه. عندك 9 معالق رز تاكلهم 9، ما تخليهمش 10، ما تخليهمش 8، ده هيفرق معاك بشكل كبير جدا جدا. ممارسة الرياضة، ويفضل رياضة المشي. المشي من أفضل الرياضات لرفع الروح المعنوية وكمان تحسين أداء الجسم بشكل كبير جدا جدا. معلقة طعام زيت زيتون مهمة قوي على مدار اليوم، من الحاجات اللي هتفرق معاك صحيا في خفض الكوليسترول السيء ورفع الكوليسترول الجيد، وكمان في موضوع الإمساك وحركة الأمعاء. تعال بقى للخضار، مهم جدا الخضار قوي قوي قوي. ألياف، فيتامينات، يعني مفيش إمساك، يعني بشرة نضرة، يعني جسمك قوي وبيقاوم اي امراض ممكن تطرأ عليك من الخارج. تعال بقى الابتعاد عن الميزان وعدم استخدامه بشكل متزن. ما تقعدش بقى طالع جاي على الميزان خلال شهر رمضان، ابدأ معانا وفي نهاية الشهر ان شاء الله ابقى اوزن. غير كده هتلاقي نفسك متوتر وعمال تطلع الميزان، ايه ده انا بقالي يومين وما خسيتش. لا، كمل كده بس على المسابقة بتاعة شهر رمضان. بعد طبعا ما شفنا شرح سريع للنظام وعرض النظام، فأتمنى كده من الجميع الالتزام إن شاء الله بما تبقى من شهر رمضان، ولا تنسونا من صالح الدعاء، وإن شاء الله بإذن الله نكون على العيد إن شاء الله نلبس لبس جديد كده ويكون جميل علينا إن شاء الله. تحياتي ليكم وشكرا لمتابعتكم لينا، فليشهد الله إني أحبكم في الله، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم. أسهل الطرق للوصول لأنظمة لو نفسك تخس، أولها تطبيق لو نفسك تخس اللي تقدر تحمله من على جوجل بلاي، واللي هيجيلك إشعارات بشكل يومي من التطبيق علشان تشجعك، وكمان تقدر تدخل جوه التطبيق علشان تشوف نظامك يوم بيوم وكمان جميع الأنظمة. ولو ما عندكش أندرويد ادخل على موقعنا الرسمي لو نفسك تخس، واشترك في قناتنا على اليوتيوب لو نفسك تخس اللي فيها كل الفيديوهات التشجيعية والحماسية وكمان المعلومات المهمة جدا، وادخل على قناة مطبخ لو نفسك تخس لو نفسك في أكل صحي رائع جدا جدا وبأسهل الطرق. وكمان تابعنا على الفيسبوك صفحة لو نفسك تخس الرائعة مع فريق عمل قوي جدا هيشجعك ويقويك ويدعمك خلال رحلة التغيير. وادخل على انستجرام لو عندك حساب على الانستجرام، هتلاقينا برضو هناك وبنشجعك وبنقدم لك النظام بشكل يومي من خلال الانستجرام. اما لو عندك تليجرام فهتلاقينا برضو، وهتلاقي قناة لو نفسك تخس على التليجرام اللي هتشجعك واللي هتوصلك المعلومات بشكل يومي. اما تويتر فهتلاقينا برضو على تويتر بنشجعك وبنقدم لك النظام.